أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم حلقتنا عن آيات إرهابية ومعنى المفسر القرآن أبا الحكم ابن كثير. خلونا نرحب فيه بالبداية. أهلا وسهلا فيك أبا الحكم. حبيبي جان، سلم عليك وعلى المشاهدين جميعا. طبعا أبو الحكم، يعني ما بعرف نسميك ابن كثير، ناديك بالحلقة ولا ناديك أبو الحكم، فالاختيار لك. يعني براحتك، أي شيء يعجبك. طيب ابن كثير، أنا ما بعرف، تعجبني كلمة ابن كثير، يعني أنا عجبتني كثير. ليش اخترت نبدأ بالآيات الإرهابية؟ أنا بس بدي تفهمنا ليش اختيار الموضوع بالضبط. يعني صراحة يعني المسلمين دائما يتشدقون انه ويقولون انه الاسلام دين المسامحة ودين المحبة، وهالادعاءات مالتهم نريد نتحظها بالايات اللي موجودة بالقرآن اللي يقروها ويجودون عليها، لكنه ما يعرفون المشاكل اللي بيها والخطورة اللي بيها. عبالهم يعني هاي تراث او شيء، ما يعرفوا ان هذا اساس حياه. الدين يعتبر القران اساس حياه ومنهج. يعني فالارهاب اللي موجود بالايات اريد يظهره للناس، حتى بعض الناس اللي عندهم شك راح يتاكدوا من خلال تفسيرات. وانا المعروف عني يعني حتى عند الاخصال انه ما عندي غير تفسير ابن كثير، لأنه هم يعتبرون الأصح وإحنا نروح على الأصح مالهم ونحاججهم به. طيب أنا بقى يعني أنا عرفتك على الجمهور على أساس أنه أنت ابن كثير وأنت مفسر القرآن. طبعا أنا هلأ يعني قبل ما نبدأ الحلقة راح نعمل تجربة نشوف هل أنت قادر على تفسير القرآن أم لا. على كل حال أصدقائي راح نشوف فيديو، وبعد ما نخلص الفيديو أبا الحكم ابن كثير مفسر القرآن راح يفسرنا الآيات الكريمة هاي. خلينا نشوف سوا، نشوف الآيات الكريمة هاي. دقيقة واحدة بس. أظن لا ما زبطت. إيه طارق وما فرق وسارق
موعدهم الغرق فلا تكن بجلدة الحنفية من المكذبين إن المسلم كان لجلدتنا شر مبين وهو في أخلاقه كان ولا زال من أسفل السافلين وهو كان في أخلاقه من أسفل السافلين إن المسلم من غيظه من آياتنا قد انشق قد ولى الدبر وقد احترق صدقت جلدة الحنفية. أصدقائي طبعا أنا أتمنى تكونوا يعني استمتعتم بهذه الآيات من الذكر الحكيم. طيب ابن كثير ومفسر القرآن يعني شو رأيك شو بتفسرنا هالآيات هاي؟ كيف لي أفسر آيات ظهرت للتو؟ المفروض النبي اللي جت جاء الوحي لازم هو اللي أول شيء يفسرها. طبعا إخواني ترى أنا ما أعرف عن مفاجأة عمل لي مفاجأة، أنا ما عندي أي خبر بالآيات اللي البينات اللي ذكرها يعني أخونا جان. يعني أنت طلعت بعد شنو يعني؟ خلص صرت نبي ويوحى إليك يعني خلص. لا هذا ليس إيحاء إلي بصراحة، يعني هو نبينا المقدس جورج بول امبارح نزلت عليه الآيات فبعت لي إياها حتى وبشر الناس بهالآيات الكريمات هذول وأغنيها للناس، فأنا تلوت بصوتي وكان بدنا تفسير يعني. بقى أنا يعني سارق وما سرق، كيف هو سارق وما سرق يعني؟ فهم إياها لازم تفسر. طيب خلينا ندخل بآيات محمد. بس حلو يعني. تسلم هو يعني غيظ من فيض ما أقوله، الآيات الكريمة الجاية نبينا جورج وعدنا بأكثر من ذلك يعني. ابن كثير خلينا نبدأ بآيات الإرهاب، يعني منين بتحب تبدأ بآيات الإرهاب؟ تفضل. بالبداية مثل يعني كل مرة نقول باسم جلدة الحنفية العظيم ليس من عندنا جورج. وبه نستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا مثل ما يعمل هو. فحافظه من الشيوخ مبين عليه. طبعا أريد أفهم المسلمين أنه بالآيات الجهاد اللي يسموها في نوع من من الجهاد. طبعا الجهاد في الإسلام نوعين، يعني أولا جهاد الدفع وهو الدفاع عن النفس في مجابهة العدو، وهو جهاد مشروع وهذا ليس موضوعنا، يعني هاي مو موضوعنا. احنا مشكلتنا الحقيقية مع جهاد الطلب وهو النوع الثاني اللي راح نركز عليه ونحكي عنه. طبعا راح اقرا كلام منقول عن الامام ابن القيم نعلى على قبره في كتاب الفروسيه، وهو ان تطلب الكفار في عقر دارهم ودعوتهم الى الاسلام وقتالهم اذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الاسلام. طبعا هذا انا كاتب يعني ناقل نص من كلام ابن القيم، طبعا معروف من هو ابن القيم. بعدين يقول حكم هذا النوع فرض على مجموع المسلمين. يعني في ناس يقولون لا مو مفروض، لكن هو يقول لا الحكم مفروض على مجموع المسلمين. الدليل من القرآن، هو طبعا جايب دليل من القرآن قول الله
فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واقعدوا لهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هاي طبعا التوبة آية رقم 5. وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا إن الله مع المتقين. هاي التوبة 36. وقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آية التوبة 41 إلى غير هذا من الآيات. يعني الآيات كثيرة جدا اللي تحث المسلم على القتل والقتال والقتل. يعني راح نجيب دليل من السنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا طبعا هاي الرواية للبخاري، يعني بخاري حبيبكم هذا تقدروا تحسن عليه. وقوله صلعا من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. هاي رواه مسلم من الحبيب المعروف بالدين الإسلامي ومن الرواة، يعني من أصح الأحاديث هو والبخاري. طبعا كل هذه النصوص وغيرها كثير في الكتاب والسنة تفرض على المسلمين جهاد الكفار ابتداء. يقول لك وقد أجمع علماء الإسلام على إن جهاد الكفار وتطلبهم في عقل دارهم ودعواتهم إلى الإسلام وجهادهم إن لم يقبلوه أو يقبلوا جزية فريضة محكمة غير منسوخة. يعني هاي مو منسوخة، يعني تفرض عليهم جزية. هسه راح نشوف شلون الإدلال اللي للمسيحيين، يعني شيء فظيع. يعني وما نقل عن ابن عمر وعبد الله بن الحسن والثوري من إن جهاد الكفار ابتداء تطوع يريدون به إنه ليس فرضا عينيا على كل مسلم بل هو فرض كفائي، ويستحق أن يجاهد المسلم تطوعا إذا قام غيره بالفرض، ولا يجوز حمل كلامه على غير هذا. يقول صاحب شرح فتح التقدير 5437 بعد تقريره لفرضية الجهاد بالأدلة، وهذا ينتفي ما نقل عن الثوري وغيره إنه ليس بفرض. يعني هنا يقول لك فرض يعني، ويجب حمله إن صح على أنه ليس بفرض عين. ويقول الجصاص مجلد ثالث صفحة 116 إن مذهب ابن عمر في الجهاد إنه فرض على الكفاية، وإن الرواية التي رويت عنه في نفي فرض الجهاد إنما هو على الوجه الذي ذكرناه من إنه غير متعين على كل حال في كل زمان. طبعا هالأشياء إحنا جاي نقرأها حتى نأكد ونجيب من الكتب إنه هذا الشيء مفروض يعني بالإسلام. جهاد الطلب مطلوب يعني ومفروض على المسلمين يعني. بالضبط. بس هون هلا برأيك داعش هي تمارس جهاد الطلب ولا جهاد الدفع؟ لا طبعا تسوي جهاد الطلب وعن جدارة. يعني هم أصلاً ما كان لهم وجود، يعني هم نفس الشيء. محمد لما ابتدأ وين بدأ؟ ابتدأ بمكة، كان بمكة يعني وين كان؟ بعدين راح للمدينة اللي هي الرياض، وبعدين جمع الناس ورجع. أول شيء مثل ما يقول فتح مكة أو غزا مكة، وبعدين رجع للمدينة صار مستقرة الأخيرة هناك،
وبلش يحارب الدول اللي بأطرافه، وإلى أن توسعوا وصلوا إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا، يعني ما خلوا مكان يعني بالعالم ما وصلوا له. يعني هذا تعتبره جهاد دفع أنت؟ طبعا هذا جهاد الطلب، يعني أنه أنت تروح تغزي الناس وتفرض عليهم شروط الإسلام. يعني أما القتال، أما الإسلام، أما القتال، أما فرض الجزية، يعني 3 أشياء موجودة. يعني إذا ما قبلوا يدفعون الجزية تقاتلهم. يعني هذا الشيء داعش اللي سووه. طبعا هم أصلا من لا شيء ابتدأوا بشوية شردمة بالعراق وسوريا، استغلوا الحروب اللي موجودة وانتشروا في سوريا وفي العراق وفي ليبيا، وكانوا يريدون يتوسعون أكثر. ولما صارت الحديدة حامية على الدول الكبرى صارت المشاكل في عقر دارهم، فكروا إنه يسوون الحل، ولكن هم أساس المشكلة الدول الكبرى. يعني ما يفكرون إحنا مع الدول الكبرى. يعني هاي الجريمة اشتركت فيها 3 دول رئيسية، إن شاء الله داعش يعني ولو مو موضوعنا، اشتركت فيها أمريكا وقطر وتركيا بالأساس، يعني ما عدا الدول الخفية اللي اشتركت يعني. بس دول أساسيين كانوا بالشغلة كلها، من حيث التجهيز والمساعدات العسكرية والمالية وكل شيء. يعني المهم، عندك سؤال آخر جان؟ لا هو بصراحة أنا ما أنا كنت يعني أنا بتصوري دائما أشوف بمخيلتي إنه الأحداث اللي عم بتصير مع داعش كحروب دائمة مستمرة بين داعش وكل الأطراف بنفس المسرحية نفس الشكل نفس الأحداث كانت تدور على أيام محمد. يعني محمد كان كل أسبوعين ثلاثة عنده غزوة، يعني عنده سرية عنده غزوة، فعلى طول في حالة حرب يعني، وداعش كمان شايفينه في حالة حرب دائمة. فهي اللي خلاني أسأل أطرح السؤال. تفضل كمل. يعني إذا أنت حبيت، يعني هسه حالا جاني الوحي أنه فكرة أنه نسوي يعني مثلا حلقة نسميها، أو حلقات نسميها محمد من الألف إلى الياء، يعني مثلا. تمام، ونحن جاهزين، يعني نحن اصلا جاهزين لمحمد، يعني خصوصا بصراحة يعني حياة محمد العملية خلينا نقول او اي الجهادية او يعني شيء كتير مهم انه نحكي سرية بسرية، غزوة بغزوة، كيف صارت اسبابها هالمسائل هي. يا ريت نعمل حلقات سلسلة حلقات عن محمد من الالف الى الياء، يعني خلينا نقول يعني نقدر نبتدي من بداية، إذا يعني تأييد، شفت تأييد من الناس، أو أنت شايف الفكرة حلوة، يعني إنه نبتدي من بداية طفولته إلى أن كبر. يعني ناخذه سنة بسنة تقريبا، ناخذه شلون ولد وشلون كبر وشلون تزوج وشلون، يعني إلى كل حياته من الولادة إلى الوفاة يعني. تمام، ما في أي مشكلة. حكمته عفوا أبا الحكم ابن كثير، يعني ما في أي مشكلة، وبنحضر له على كل. خلينا بالآيات الإرهابية هي حكمة، يعني أول آية إرهابية خلينا نقول متى ظهرت وليش ظهرت. تفضل. طبعا الآيات الإرهابية اللي ابتدى بيها محمد لما ما نفعت، يعني 13 سنة من الوعي ومحاولة نشر الدعوة بالسلم كله ما نفع، يعني اضطر إنه يستعمل القوة، وشاف إنه شيء لا بد منه. يعني أول شيء اعتمد على الصعاليك، طبعا هم أساس الدعوة مالت الصعاليك، يعني دول اللي اشخاص اللي يطردوهم قراهم، يكونون انسان بشر سيئين بالمجتمع فيطردوهم من القبيله او من القريه، فيروحون على الى اعلى الجبل،
وهكذا يلتحقون بهم أناس آخرين من أماكن أخرى، فهذول صاروا قطاع طرق. يعني فمحمد أول شيء استمال دول الناس، لأنهم دول لهم دراية بالحروب، شو اسمه راح تفاوض وياهم وجابهم للإسلام. وأول شيء سووه طبعا هو سرقة أموال تجارة مكة اللي يسموها غزوة بدر، هي هيك بدأت الأول غزوة، يعني إنه سرقوا أموال التجارة، الناس العاديين يعني سرقوها باسم إله في خيالهم يعني. طيب هون بيجيك المسلم بيقول لك لا يا أخي، لأنه لما طردون أهل مكة جماعة قريش طردوا المسلمين من مكة وأخذوا أموالهم، فهدول راحوا يسترجعوا أموالهم. يعني شو بترد، شو بتقول لهم للي بتمنوا طيب رأي؟ هم طيب إذا هم يخافوا الله غير يروحوا على نفس الناس اللي سرقوا أموالهم؟ هو الناس تجارة قريش ما يقودها شخص واحد، يعني يقودوها عدة تجار من أهل قريش. يعني ما معقولة كل الناس اللي أخذوا أموال المسلمين هم موجودين بهاي القافلة. وبعدين أنت إذا تسوي هالطريقة كأنك تضيع القانون، وباسم الله تروح تسوي نفس الشيء. يعني أنت تخيل أنت هسه يروحوا الحكومة الأمريكية والبريطانية يروحوا يزمون يقتلون نساء المسلمين اللي بسوريا جاي يقاتلون، يروحون ياخذون كسبايا وياخذون اموالهم وش اسمه، يعني هالشيء يصير هالشيء؟ يعني هذا هو يسوي، والاخطر من هذا يسوي باسم الله. يعني هو يعتبر انه الله اللي يرشده، يعني الله يقول له مثل باغوت روح بوب. هذا ما يصير هذا الشيء. انت شلون تريد تنشر دعوه سليمه وخاتم اديان تبتديها بسرقه؟ يعني شلون يعني؟ يعني هي هاي بدايتها بسرقة، يعني الغزو على القافلة هي سرقة. طيب مفروض كان على الأقل يصير مثل شخصية المسيح، احنا ما نعتبره نبي ولا إله ولا ابن إله، لكنه كان إنسان مسالم على الأقل، يعني أفكاره ما تأذي الآخرين. حتى بوذا أفكاره ما تأذي الآخرين، يعني مو مثل هذا يعني باسم رب يروح ياخذ خمس الغنائم. هذا اي اله ينطي لنبيه خمس الغنائم؟ يعني على اي اساس ياخذ خمس الغنائم؟ لازم هو كان يكون متعفف انه يقبل بالقليل، يعني اذا هو فعلا جاي من اله، مو راح قاعد ببيته وما يسوي اي شيء ويقضيها كلها رقع ويا النسوان ويجي ياخذ خمس الغنائم على الجاهز. يعني جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني هو معروف القتول الضحاك، يعني الضحاك القتول العسل، القتول الضحاك. طيب صار معروف هاكر يعني على كل. تفضل ابا الحكم، تفضل. اوكي وصلنا الى يعني احنا بعدنا جاي نحكي عن الجهاد، يعني الطلب والاشياء المفروضه به. يعني وقد نقل ابن عطية في تفسيره 2.43 الإجماع على فرضية جهاد الابتداء والطلب، فقال: واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد صلعمة فرض كفاية. يعني هنا يقول فرض كفاية، يعني مو مثل بقية أكو ناس يقولون لا هذا فرض شو اسمه مو فرض كفايه، يعني ما مجبورين نسويها فرض عين نفسه بس. نعم فرض عين، يعني فرض الفرض العين هو يعني الدفاع عن نفس الجهاد الدفع، يعني مو فرض عين، هو فرض كفايه يعني على كل المسلمين مجبوره، يعني مجبورين يسووها. فهنا يعني أكثر المسلمين أو الشيوخ يأكدون أنه جهاد الطلب هو فرض كفاية، يعني فإذا قام به من قام المسلمين يسقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين. يعني
المسلمين هنا الشيوخ بعضهم يقولون عليه فرض عين وبعض يقولون عليه فرض كفاية. فالفرض الكفاية على أساس أنه إذا عمل بعض الناس يعني قاموا بالهجوم على العدو وجهاد الطلب يعني، فيكفي أنه بقية الناس ما يسووها. والفرض العين هو طبعا الجهاد الدفع اللي حكينا عنه. جهاد الدفع طبيعي، احنا ما عندنا اي اعتراض، حتى لو كان هو صلعومي يعني، اذا قاعد ببيته يهجمون عليه وما مسوي شيء طبعا يدافع عن نفسه. بس هم ما اكتفوا بجهاد الدفع، رادوا جهاد الطلب، لانه يريدون ياخذون غنائم يعتبروا غنائم، هو السرقات الجماعية أنا أسميها، يريدون ينتشرون بهاي الطريقة يعني. ما يعني ما عندهم غير حل، إنه حتى أنا أتذكر ب ما أنسى نهائيا في مسلسل تحريم السلطان، يمكن لك هواي ناس شايفينه، الجنود يتكلمون بيناتهم، يقول له لقد نفذ يعني، أكلنا وشربنا يعني، شو وقت نسوي نغزو؟ هم يعرفون لما يغزون يعني يروحون الدول الأخرى راح ياخذون منهم غنائمهم والسبايا ورجال ونساء كله يشترون يبيعون بهم يعني، وما عدا متاعهم بيوتهم وذهبهم وفلوسهم وكل شيء يعني، كل شيء يصير لهم يعني. هذا الجندي ما ألومه لما يتكلم هيك كلام، يقول انه احنا يعني بقينا بدون يعني مواردنا خلصت، شو نسوي؟ هو هذا الاسلام هيك انتشر، انه معتمد. قل لي هو ايش عنده يعني الاسلام، شنو عنده تجاره وصناعه او اي شيء؟ قل لي باي دوله واي مكان حكم بالاسلام قدر ينتشر؟ حتى عفنا من هاي الحقبه اللي ابتدأ بها محمد دعوته يعني، مثل ما يقول بشنو اعتمد؟ على شنو اعتمد يعني؟ غير الهجوم على الناس، زرع لا، طلع لا، هاي اعتماده كله على السرقات والهجوم على الدول الأخرى باسم الإله، وأخذ كل شيء يعني، وحرق الأبيض والأخضر واليابس. هنا يقول ابن حجر: وقد فهم بعض الصحابة من الأمر في قوله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا العموم، فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى ماتوا. شفت يعني كانوا الكل، الآية واضحة يعني الكل يعني ما قال تفسير صراحة الخفاف وانتقال، بس أعتقد يعني الشباب والكبار يعني الكل لازم يجاهدون بهالمعركة يعني، المعارك اللي تصير. فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى ماتوا، منهم أبو أيوب الأنصاري والمقداد بن الأسود وغيرهم، فتح الباري 6/28. وقال ابن كثير في مجلد 4 صفحة 97 عند تفسير قوله: انفروا خفافا وثقالا، وقال علي، هنا يشرح يعني، وقال علي بن زيد عن أنس: ثم خرج حتى قتل كهولا وشبابا. صدقني ولا قالي، بس أنا يعني تصورت خفاف وثقالين صغار والكبار بالعمر، بس هو طلع نفس الاسم يعني، قالي قبل بس ناسي يعني. ونتأكد المعنى، يقول الخفاف والثقال يعني كهولا وشبابا، ما سمع الله عذر احد عن ابي طلحه. وفي روايه: قرأ ابو طلحه سوره براءه فاتى على هذه الايه: انفروا خفافا وثقالا، فقال: ارى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبابا، جهزوني يا بني. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. يعني هذا الغزو ما يبطل من عنده. فأبى فركب البحر فمات، فلم يجد له جزيرة يدفنه فيها إلا بعد 9 أيام، فلم يتغير فدفنوه بها، أو هكذا. يقول لك: ويؤيد صحة هذه الرواية عن أبي طلحة
ما ذكره ابن حجر في الإصابة 1567، حيث قال: وقال ثابت عن أنس: مات أبو طلحة غازيا في البحر، فما وجدوا جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 7 أيام ولم يتغير. أخرجه الفسوي. غير اسم هذا. هو بالفعل فسوي يعني، أيه. واضح فسوي يعني 7 أيام ما تغير فيه شيء، أكيد فسوي. اسم شو اسمه، كله ريحة يعني، في تاريخه وأبو يعلي وإسناده صحيح. ويقول ابن حجر إن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم، يعني هنا جاي يجيب لكم الأدلة واحد ورا الآخر إنه لازم الكل يعني يجاهد، يعني بالبعض حتى اعتبروه يعني فرض عين، يعني على كل مسلم، يعني متعين على كل مسلم، أما بيده أما بلسانه أما بماله أما بقلبه. فتح الباري 6/28. زين. ويقول ابن القيم: ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به. تسمعوني يا مسلمين؟ ثم مأمورا به لمن بداهم بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين. آية واضحة بالقرآن موجودة: اقتلوا المشركين كافة حيث ثقفتموهم. يعني وين ما تلقيهم المشركين كافة، يعني يقتلوا كل المشركين اللي ما يؤمنون بالإسلام كل الكرة الأرضية. هذا هو مبدأ الإسلام، يعني بالآخر صار هيجي. بالبداية لما كان ضعيف يقول لكم دينكم ولي دين، لو رأيت الكفار يخوضون في حديث يعني اتركوهم، إلى أن يبطلون من هذا الكلام. كانوا مستكينين ضعفاء، لما صاروا أقوياء الله تقوى بيهم، فقال لهم يلا هلا سأعطيكم آيات القدر، روحوا اقتلوا براحتكم. هذا أي إله هذا يسوي تخطيط ويا محمد لغزو العالم كله؟ إله الصحراء يعني، لا تستغرب من إله الصحراء يطلع معه هيك شيء، يعني يخطط مع محمد حتى يغزو العالم. تفضل أبو الحكم. طبعاً طبعاً، لأنه هو بعد المشكلة أنه المسلمين ما جاي يشوفون أنه الكلام كله يعني بشري، يعني في الأشياء اللي تصير والأحداث اللي تصير تنزل بها آية، يعني حتى كل الآيات تقريبا بها أسباب نزول. يعني سواء راح نام ويا وحدة وخاف أنه ينكشف، وقال اشترحناه مع الأخ سال أنه لما كشفته زوجته حفصة كشفت محمد نايم ويا ماريا القبطية، قالت له: أفي يومي وعلى سريري يا رسول الله؟ قال له: أنت بس تفتنين، أنا بعد ما أتقرب منها. بعدين جت آية من الله أنه يقول له خلص تبتغي مرضات أزواجك، يعني ما تهتم بيهم خلص. يعني شوف الله دائما يشارع الى هواه، مثل ما قالت عائشه مره، قالت له: ما ارى الا ان ربك يشارع لك في هواه. يعني اعرفوا يا مسلمين انه هاي كلها تفكير محمد ونطقه باسم اله، يعني اله هو بمخه بس، يعني خيالات. وخلى وضحك على السذج، خليه يجي هذا الوقت شوف ينضرب بالنعل ولا، او ياخذوا المستشفى المجاني. وذكر القرطبي عدة روايات عن بعض الصحابة والتابعين تدل على أنهم لا يرون المسلم رخصة في ترك الغزو، كلام واضح إذا أمكنه ذلك. فقال رحمه الله: أسند الطبري عمن رأى المقداد بن الأسود بحمص على تابوت صراف، وقد فضل على التابوت من سمنه وهو يتجهز للغزو، فقيل له: لقد عذرك الله. فقال: أتت علينا سورة البعوث، انفروا خفافا وثقالا. يعني واضح أنه لازم الكل يشارك. وقال الزهري عن سعيد بن مسيب: استنفر الله الخفيف والثقيل، فإن لم يمكنني
فإن لم يمكنني الحرب كثرت لكم السواد وحفظت لكم المتاع، تفسير القرطبي 851. هناك آية توضح انه المشركين لازم تحاربهم كلهم. يعني راح نبتدي بالآية الأولى، ولو أنا يعني فإذا انسلخ أشهر الحرم، بس أنا أفضل نبتدي ب شو اسمه الآية الثانية اللي 29 من سورة التوبة. شنو رأيك جان؟ طيب خلينا قبل ما نبتدي بسورة التوبة، سورة التوبة بصراحة يعني فيها أبعاد كثيرة وممكن يعني تاخذ حلقات بصراحة. وأنا عم بقول نعيف سورة التوبة لمحمد من الألف إلى الياء، يعني لأنه عنا سلسلة طويلة أنا وأنت حكمت أخي أبا الحكم، آسف. في عندي بعض الأسئلة، وفي شباب يعني في واحد اسمه أسطورة داخل مسبات في الناس، ويعني شيء مقرف، ما عبر إلا عن نبيه للأسف الشديد. على كل في كمال شخص مسلم عم بيقول طيب ليش المسلمين لم يقتلوا الأقباط لحد الآن إذ قاتلوا المشركين كافة؟ ألم أقل أن هذا الذي يتكلم يعني كمان مثل ما قلت أنه أنت ما عبرت غير عن نبيك الدجال، نبيك الحمار، نبيك العرصة، نبيك الإرهابي. خلينا نجاوب على السؤال هذا حكمت. ما هي الآية 29 توضح يعني واضحة، تقول إذا هو يعني يغشم نفسه فإحنا الآية قدامي يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني الإسلام لما يريد يعني ينتشر إلى يعني ثلاث شروط، يعني أما تسلم، حتى لو تسلم يعني عمرو بن العاص صاروا بعض المسيحيين يسلمون حتى ما يدفع عن الجزية، فهو حتى على دولة فرض الجزية. أما يسلم وأما يدفع الجزية يعني الخاوة، احنا نسميها الخاوة، الجزية يعني الخاوة يعني الأتاوة بالمصري، يعني لازم يدفع الأتاوة، إذا ما يدفع الأتاوة يقتلوه. إذا كان مسيحي، إذا كان مشرك، إذا أي واحد. وهسه راح إذا ندخل في عمق الآيات راح نشوف أنه مو بس المسيحيين يدفعون الجزية، حتى المشركين اللي يعتبرون ما يؤمنوا بالله ما يهمه، المهم ياخذ منهم فلوس، يعني ياخذ منهم الخاوة خلاص هذا هو يتركه، حتى لو كان مشرك يعبد نار يعبد شمس يتركه، ما يقاتله يعني ولا يقتله، هو عنده المهم المادة، ياخذ المادة. يعني هذا الأخ اللي يحكي خليه يقرأ تفسير القرآن زين وبعدين يجي يكلمني. أنا اللي يضوجني المسلمين يجون يهاجمون بدون ما يقرون دينهم، يروح يعني يتكلم مسبات. يعني بارحة الأول بارحة لما طلعت حلقة تشوف المسلمين يسبون مسبات، يا أخي ما أعرف منين جابوها فعلا. يعني هو يعني ما أقدر ألومهم لأنه محمد قالوا من تعزى بعزاء أهل الجاهلية فأعضدوا بهني أبي ولا تكنوا، يعني قل له بالمفتشر أنت أبوك هيجي هيجي، يعني حتى أستحي أقوله صراحة. بالضبط. هو محمد ليس نحن حكينا في الموضوع كتير، يعني هذول نازلين مسبات للأسف الشديد، هن لا بيعبروا غير عن نبيهم القذر، نبيكم الإرهابي، العرصة أبو قرون، الواطن ندل محمد بن عبد الله، يعني هذا أو قثم بن عبد الله بالاسم الحقيقي. يعني المسبات هاي ما بتعبروا فيها غير عن نبيكم القذر. على كل حال بكرة في عنا حلقة مع الأخ أحمد حرقان، واحتمال يكون معنا نبينا جورج بول، وبتمنى من أصدقائنا المسلمين كمان يشاركونا عن أخلاق محمد لنشوف
مين هو صاحب الخلق العظيم وليش هو صاحب خلق عظيم، ونشوف هل فعلا هو صاحب خلق عظيم السباب اللعان الشتام هذا محمد الندل العرصة. على كل في سؤال تاني نفس كمال، هذا كمال أفندي عم بيقول طيب ليش المسلمين لم سؤال بسيط، لو أمريكا ما غزت العراق وقتلت الملايين العراقيين وتركت البلد في فوضى، هل كان يوجد شيء اسمه داعش؟ طبعا هي داعش راح تنوجد، يعني إذا موجودة أمريكا وغير موجودة. زين خلي يشرح لي هذا الأخ اللي عنده سؤال بسيط، هل كانوا أمريكا وأوروبا كانوا موجودين وقت ما قتل محمد والدسائس موجودة واحد يقتل بعض؟ يعني حتى أبو بكر قالوا أنه يشك أنه مقتول قتل مسموما، عمر قتل، عثمان قتل، علي قتل، الحسن والحسين قتلوا، يعني كل يقتل بعض. هذا وين كان داعش؟ كان موجود قبل، قصدي أمريكا كانت موجودة قبل. هو لو حتى لو أمريكا مشتركة، لو ما في مشكلة بالدين الإسلامي والدين يدعو إلى الغزو ما كانت ظهرت داعش. ليش ما نشوف داعش بالمسيحيين؟ مو جاي يشردوهم من كل مكان، جاي يشردوهم من العراق، من سوريا، من لبنان، من أي كل الدول العربية تقريبا جاي يشردوهم ويقتلوهم، لكنهم ما يسوون جهاد الطلب وجهاد الدفع. يعني حتى جهاد الطلب ما يسوي، يعني جهاد الدفع ما يسوي. يعني لا يقول لي داعش هو أصلا لو ما موجود بالكتب وأساس الكتب ما كانت ظهرت، إذا كانت موجودة أمريكا وغير أمريكا. يعني لا، أنا اللي بيعجبني إنه أمريكا قتلت الملايين. شو يعني أمريكا صح شالت صدام وبعدين شو قتلت؟ يعني اللي كان يفجر حاله بالحسينيات وبالشوارع، بشوارع بغداد كل يوم 100 شخص، هذا ما هو أمريكي يعني، وما أظن يكون جنسية من غير جنسية المسلمين، هي السلالة الإرهابية من سلالة محمد. يعني أنا ما شفت واحد أمريكي يفجر نفسه وقتل مجموعة بأسواق مكتظة في العراق. يعني أنا ما شفت بريطاني ولا سويدي راح فجر حاله، اللي فجروا حاله من المسلمين، والقاعدة كانت موجودة قبل ما تدخل أمريكا على أفغانستان، وقبل ما تدخل أمريكا على العراق. وتعرفوا أنه داعش هي القاعدة، يعني ما هو شيء غريب علينا. واللي فتح الأبواب للقاعدة في العراق هو النظام السوري، يعني النظام الإرهابي الثاني، الشكل الثاني للإرهاب الإسلامي، والإرهاب العلوي أو الإرهاب الشيعي، أصحاب الذقون الطويلة، الملالي إيران وحسن نصر الله وهش التعباني، هي هدول الإرهابيين، هدول الإسلام. يعني السعوديين هدول آل سعود خلينا نقول اللي يدعموا القاعدة، وقطر وتركيا هدول الإخوان المسلمين السنة، الوجه الإرهابي الإسلامي السني، والملالي إيران ذقون طويلة كمان نفس الشيء يعني، والنظام السوري والأحزاب اللي هي الشيعية الموجودة في العراق، ولا حزب اللات هذا، حزب البطيخ هذا بإيران، كل يعني هذا الوجه الشيعي، وجه الشيعي، وجه أتباع علي بن أبي طالب، وجه الإسلام الإرهابي العلوي خلينا نقول أتباع علي، يعني هذا هو الإسلام. شو الإسلام؟ فاللي عم بيقتلوا بعض واللي قتلوا الملايين هن المسلمين ببعضهم. يعني أمريكا أنا لا أدافع عن أمريكا، يعني أمريكا تريد مصالحها هذا شيء حقه، يعني هذا حقه، ولكن عم تعمل هالشيء هذا يعني بطرق غير إنسانية، ونحن ضد أمريكا في هالنقطة هاي، يعني بطرق ما بتهتم غير لمصالحها، وهذا شيء خطأ وهذا شيء غلط نرفضه كلياتنا، ولكن الدود الخل منه فيه. الإرهابيين هم أنتم يا مسلمين، إن كنتم شيعة، إن كنتم سنة، إن كنتم علويين، دروز، كلياتكم إرهابيين، كلكم إرهابيين. أسف للمقاطعة.
حبيت بس أضيف على كلامك إنه كم سنة صاروا الأمريكيين طالعين من العراق؟ صاروا عدة سنوات طالعين من العراق. الشيعي اللي يقتل واحد يسأله اسمك إيش؟ يقول له عمر، يضربه طلقة برأسه. والسني اللي يسأل الشيعي أنت اسمك إيش؟ يقول له علي، يضربه طلقة برأسه. هذا همين أمريكا قال لهم سووا هالشيء؟ انتوا اصحاب الدين الواحد، اصحاب الدين الواحد، ما عايفين بعض، انتوا ما عايفين بعض، تقتلوا على اتفه سبب، على اتفه سبب تقتلوا بعض. تشوف مثل ما قال الاخ جان، التفجير بنص اسواق البقاله، يعني هذا اي رب هذا؟ اي رب هذا اللي يقول لك روح اقتل الناس بسوق البقاله؟ انت ما تقدر تشطر على العسكريين، تجيل على الناس الابرياء، تروح تسجل تفجر بالمساجد؟ يعني انتوا يعني فعلا طبقتوا الدين الاسلامي على حذافيره. يعني فلا تقول لي داعش خلق امريكا او ما خلق امريكا. داعش كانت راح تظهر اذا موجوده امريكا وغير امريكا، مو محتاجه يعني من تتدخل بها دول اخرى حتى تظهر. داعش، داعش ظهرت لانه موجوده ايات قتل، لانه موجوده ايات ارهاب تدعوك إلى نشر الدين الإسلامي بالقوة. داعش لذلك ظهرت، ظهرت قبلها السلفيين والقاعدة والنصرة وداعش، وراح يجي غيرهم وغيرهم. إذا ما نقضي على أساس الدين ونشيل الفكر العفن من رأس المسلمين، مو أقصد المسلمين، هم شخصهم اللي يتعبدون بهذا الشيء ويعتقدون بهذا الشيء بالجهاد، لازم نشيله من الكتب. إذا شلناها من الكتب ذاك الوقت ممكن جيل آخر يطلع. وأهم شيء طبعا التعليم، لازم التعليم يتوفر للكل حتى ينشأوا منشأ آخر، ونكرف هذا الدين من أساسه. ما نعلمه ولا نتعلمه. احنا كل يعني غايتنا الاساسيه انه نشيل هذا الفكر الارهابي من راسكم. مو مهم تروح تلحد، المهم تترك الاسلام. يا اخي لا تلحد، ما اريدك تلحد. وشنو قال؟ راح يخش بجيبنا شيء اذا الحدث او صرت لا ديني؟ ما راح يخش بجيبنا شيء. احنا نريدك اول اهم شيء تترك الارهاب، تترك الدين اللي يدعو للارهاب. اذا تركته ذاك الوقت راح تكون انسان سوي. وروح فكر اي شيء تريد تسوي، مثل ما يقول يعني روح اعبد الحجر بس لا ترميني بيه. يعني نفس الحجر اللي تؤمن بيه ما تشيله تضربني بيه. احنا هذا اهم شيء عندنا. بالضبط، شكرا كثير حكمان. طيب معنا اتصال من الاخ ليدو، تفضل اخي. السلام عليكم، شو رايكم؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، يا ريت علي صوتك شوي. الله يبارككم بركاتك وعاجبني اليوم. تسلم. راكو فور يعني. ونشكر الاخ هذا حكمة بن كثير على التفسير تاع الدعوة اللي راه دايرو. وهذا ما كان يعني، هذا واش حبيت نقول لكم. وواصلوا على يعني ونحييك على الحصة على الحلقة، نهنيك بالحلقة 181، يعني قربت الحلقة 200، يعني أكيد قريبا راح يصير 200 و300 كمان. وسأتصل بك يعني في حصص أخرى، وشكرا. أهلا وسهلا فيك أخي، أهلا وسهلا. يا انا بتمنى يعني نتم على طول على التواصل يعني. شكرا كثير لك. طيب في سؤال ثاني من بدايه العالم عم بتقول جان، ارجو ان تتحدثوا عن قتال اللي حصل بين المسلمين في حرب الجمل وحروب الرده التي قتلوا بعض فيها. يعني يا ريت، ما بعرف اذا هي ما بتتضمن يعني من محمد من الالف الى الياء، هي حصلت بعد محمد. شو رايك تحكي لنا شوي بالمختصر عنها؟ معركه الجمل اساسها كانت يعني اللي اسس الحرب الحقيقي لهذا الشيء هي عائشه كانت، يعني لانه عائشه من طفولتها تقريبا هي وعلي متقاربين بالعمر. فلما حتى يقول لك محمد لما كان ينام يخلي علي على يساره وعائشه على يمينه وهو ينام بالنص. يعني
كانوا أولاد صغار يعني، فكانوا يغاروا من بعض على طول الوقت، كانوا يغاروا من بعض علي وعائشة. فمعركة الجمل صارت لما قتل عثمان بن عفان، واللي قتل طبعا محمد بن أبو بكر، اللي يعرف المعلومة لأنه أم محمد يعني كانت متنقلة من أبو بكر إلى عثمان إلى عمر إلى علي، يعني فعلي هو اللي رباه لمحمد بن أبو بكر. المهم يعني معركة الجمل صارت بسبب حقد عائشة على علي، وحتى يعني سميت بمعركة الجمل لأنه كانت راكبة جملية، ولما خلصت المعركة وانتصر فيها علي رجع عائشة إلى بيته، يعني ما أدها. بس المهم إنه ممكن نحكي في عن الحروب اللي بعد موت محمد، يعني مثلا نبتدي بالخلفاء، نقدر نتطرق إلى في يعني نسوي لها حلقات. يعني احنا هم حيروحوا مننا فين؟ احنا موجودين، راح نلقفهم من الساس للراس يعني. بالضبط بالضبط، يعني ان حيروحوا مننا فين. طبعا في شخص عم بيقولنا يعني لا تسبوا ولا حاجة سباب، وطلعوا بالفكر يعني، لو انت حضرتك اكيد صلعمي يعني، واضح من نبرتك. لو تشوف السباب اللي عم ننسب فيه، نحن ما عم نسب غير، ما عم نشتم يعني نحن، لكن عم نوصف نبيك شو هو، بس فقط لا اكثر ولا اقل، والفكر اللي حامله يعني. فهالكلمات هي تعبر عن افعال نبيك وليس اكثر. نبيك ارهابي ولا هذه شتيمه، نبيك عرصه وهذه شتيمه. يعني من يوعد الناس بالنساء شو بتوصفه؟ انت واحد بجيب لك نسوان وانت بتعطيه فلوس، شو بتوصفه؟ يعني شو بتوصفه؟ محمد بيعطي نسوان للناس، روحوا قاتلوا بدالي وانا اعطيكم نساء، شو بتوصف هالانسان هذا؟ نحن نوصف هذا الشخص، ولكن ما سبيناك وما سبينا أسطورة هذا اللي قاعد عم بيسبي أمهاتنا وخواتنا، مو عارف شيء أصلا. لو هي تربية محمد، يعني بالفعل كان لكم قدوة حسنة يعني. حبيت أوضح شيء كان تفضل. الأخ اللي يقول إحنا نسب، إحنا الفرق بيننا وبين بعض المسلمين، ما أقول كل المسلمين، لأنه في ناس فعلا عندهم أخلاق، حتى بالجواب عنده أخلاق، يعني ما ننكر هذا الشيء. إحنا نحارب فكر، إحنا نحارب فكر وصاحب الفكر، يعني هل قليل علينا نسب محمد اللي دمر العالم كله، اللي صاير هسه بالعالم كله، كل العالم كله من وراء أفكار محمد، قليل علينا إذا نسب عليه؟ يعني نفس الشيء هتلر، يعني إذا واحد سب هتلر تقدر تحكي معه يعني؟ لا طبعا ما تقدر تحكي معه، حتى الألمان هم يسبون هتلر. ومحمد نشر دينه بالسيف، إحنا جاي نغلط عليه، إحنا ما جاي نغلط عليكم كأشخاص. أنت إذا عندك شيء روح سب الإلحاد ليل ونهار، روح سب ريتشارد دوكنز 100 مرة، ما حدا راح يزعل منك، لأنه أنت دائما اللي يكون بالواجهة ويكون شخصية عامة أو شخصية تاريخية معرض للنقد والمسبات والتقليل من شأنه، إذا كان يعني فكرة كلها بعنف. يعني إحنا ما نغلط عليكم كأشخاص، أنتم بالعكس إحنا نغلط على الفكر وعلى الإسلام، ومن أنتم من ناحية ثانية تغلطون على توصفون أمهاتنا وأبائنا بأوصاف يعني واحد يخجل يقوله يعني. شكرا كثير حبيبي، يعني بصراحة مثل ما قلت يعني هم نازلين شتائم شتائم، يعني مين أنت؟ مين فكر حالك يعني؟ يعني أنا ممكن أشتم أمك وأختك وما أعرف شيء، بس ما بصل لهالمرحلة هي. أنا أتكلم عن شخصية أنت بتقدسها، وبدي أنزل القدسية هي من عينك لو مهما كان. يعني نبيك طالع وتبجح علينا بآية من الآيات، إنه ربه قال له وكأنك كفيناك المستهزئين، ونحن عم نستهزئ، خلي كأنه رجل هذا ربك، خلي يكفيه استهزائنا وشتائمنا. يعني نبيك لن أتوقف عن سبابه وشتائمه، لأنه قرآنك النجس هذا
كنيسة بنا، وأنا ما راح أتوقف وماني أصير حربة حتى أحطها والله أنا كثير مسالم، لا أنا ماني مسالم، وطز فيك وفي دينك في ربك في دينك وفي في نبيك العرصة المجرم القتال. على كل أنا أشوف في بشير، الأخ بشير عم بيقول المسلمين المعتدلين يقولون لا تسبوا كتابنا، لذا هذا يخدش مشاعرهم المرهفة، بس هم يسبون كل طوائف العالم في كتابهم الوسخ. بشير أنا أحييك بصراحة، يعني هي كلمة حق، يعني كتابك قرآنك الوسخ النجس القذر هذا ما عاف ما سب ما شتم، يعني حكينا بالمسبات محمد وقرآن محمد وسوينا حلقات عن مسبات محمد، فلا تتوقع منا انه نحترمك، يعني نحترم القرآن هذا، نحترم محمدك القذر هذا، لا تتوقع منا ابدا انه ما نهاجمه، سوف نهاجمه ونحط نعلنا على راسه ونخرى في لحيته لمحمد، وهي انا عم بقوله وطز في محمد وراح نشخ في قبره كمان، واللي بيه بطلع بايدكم سووا باجركم واعلى ما في خيلكم اركبوا. اي شو اسمه، انا حبيت اقول للمسلمين انه يعني اذا هم يردونا احنا نراعي مشاعرهم، لازم هم نفس الشيء راعوا مشاعر الملحدين، نفس الشيء احنا عندنا فكر انتوا عندكم فكر، مين يقول انتوا صح؟ يعني مين يقول انه انتوا فكركم الاسلامي او محمد هو جاي من اله؟ احنا نقول ما جاي من اله، فاذا انتوا طالبون نراعي مشاعركم، انتوا ما جاي تراعوا مشاعر الاخرين، لا تراعوا مشاعر الملحدين، ولا تراعوا مشاعر اللاديني، ولا تراعوا مشاعر العلمانيين، ولا تراعوا مشاعر اليهود، المسيحيين، الهندوسيين، البوذيين، انتم تغلطوا وتهجموا على الكل بس انتم تشوفون نفسكم الصح، هذا مسموح لكم. لانهم جرابيع، جرابيع، بتعرف الجربوع شو هو؟ المسلم المؤمن بدينه، انا ما عم بحكي عن المسلم الانسان العادي اللي شاف حاله بهالدين هذا ولا يتعاطى، ولكن المسلم المؤمن مثل هالقازورات هي اللي عم تجي وتسبسب، لا عم بيقول لي مشان نتابعك، لا ما بدي متابعتك، يعني ما وهمني كثير المتابعات، انا بدي اقول اللي في نفسي واقول الحقيقه يعني. طب معنا اتصال من الاخ جانو، تفضل اخي جانو. تحياتي حبيبي جان. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا جانو. حكمة كثير، طبعا الموضوع كثير شيق، بكل بساطة انه كان بيستطاع القريش الجاهلين مثل ما بيقول القرآن إنه مثلاً أبو سفيان كان رئيس عشيرة وكان بيقدر يأجر شخص ويقتل محمد، لكنه لم يفعل، لأن كان عندهم أخلاق إنه مش لازم تقتل حد مشان مختلف معك. هذا أولاً. ثاني شيء بطلب من المسلمين فقط إنه يسوون فرق بين محمد وطبعا بين قوسين المسيح. انا ما بؤمن باي الانبياء، فقط كمقارنه شوف هو شو اخذ معه وشوف محمد شو اخذ معه. عندي نقطه هون جانو، طبعا انا اسف للمقاطعه، والأخ أبو الحكم بن كثير كمان طرح أنه يسوع كان تعاليم يسوع، كان يسوع الدلوع هذا كانت كثير كويسة وما شاء الله عليه. يعني أنا بدي أقول شغلة، بس بدي أقول شغلة هون بهالنقطة، يسوع الدلوع رسالته تمت 3 سنين، ومحمد بقي 10 سنين تقريباً، يعني يدعو بسلام ومن لطمك ومن شدك ودينك إلك وديني والحكي الفاضي. يعني أنا متأكد لو يسوع الدلوع بأيام بعمر محمد كان ساوى نجاسات أكثر من محمد بألف مرة. وعلى كل حال صحيح، على كل حال صحيح، بس دقيقة جانو، بس دقيقة، على كل حال صحيح هو ما نجس، ولكن إجوا أتباعه بعده نجسوا، يعني المهم صارت النجاسة. أنا بتفق معك
أنا بتفق معك. أنا فقط يعني كتوضيح إنه حط المسيح جنب جيب بودا. بودا كان ابن ملك وساب الملك وزوجته وأولاده راح دور على شيء تاني اللي هي الحياة أو والرغبات والألم. يعني شو أسباب هذه الأشياء وترك كل شيء وراء. محمد شو سوى؟ ترك وراء كل الحروب القتال والنهب والسرقة وزائدا مجتمع منحط أخلاقيا. هذا هو فقط قصدي إنه فقط فكروا يعني الدين أو حد وعدم يعني لازم تشيله من بالك لأن هذا الشيء ما بيخدم الإنسانية يخدم فقط مصالحك الشخصية والمصالح الشخصية فقط وقتية لكن اللي تبقى هي الأخلاق. أعتقد إنه هسه بينت إنه أخلاق المسلمين كيف يعني مثل ما يعني الأخلاق الموجودة يعني هلا لما بيقولوا مثلا بقرآن هذا الكريه بيقول إنه ولكم في رسول الله أسوة حسنة بكل معنى الكلمة بكل حذافير الكلمة تطبقت الكلمة يعني محمد هو القدوة الحسنة لهذه الأمة لذلك بتلاقيهم كلهم شتامين ولعانين وما عندهم غير الوساخة. يعني أنا هالنقطة هي إنه يتواسخوا علينا ونقعد نكتف لهم والله ونصفق لهم ورح تصفيكم انتم مين انتم شوية حشرات ما رح نصفق لكم ما رح نحترمكم ما دام ما بتحترموا نفسكم ما رح نحترمكم. وهذا الشخص اللي عم بقول لي مشان يتابعوك انا ماني محتاج متابعات انا بكفيني يتابعوني الناس اللي بتحترم حالها. لما بتحترم حالها انا بحترمها وما في اي مشكلة. بس بدك تتواسخ علي بتواسخ عليك وعلى اللي على اللي على على نبيك العرصة الكبير ما عندي أي مشكلة. تكون محترم بحترمك ما تكون محترم ما بحترمك. طرح أسئلة الأخ أبو الحكم حكى عم بحكي من تفسير ابن كثير والعسقلاني وكل بالضبط تفضل. مجتمع المسلمين يعني ما أخذين الدين كوراثة بدون ما إنه يسألون نفسهم. يعني أنت عندك عقل وعم تشوف يعني كيف يعني إذا أبويا خطأ في مكان في 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 مكان ما يعني لازم أنا كمان أسوي نفس الغلط. هذا مش مقبول. يعني إذا أنت شخص بتدعي إنه أنت على حق فلازم تقول بكل صدق إنه كان أبوك غلطان مشان أخذ هذا الفكرة مش إنه تستمر في أخطائك وتعلم أبنائك نفس الخطأ اللي تعلمه من أبوك. بالضبط يعني أنا بقى يعني المسلم بدأ يعني يفكر بس يفكر يعني هلا يمشي بأي مسلم بأي شارع بأي مدينة عربية أنا أتحداه إذا يمر عليه يوم ما يسمع كلمة شتائم بالشارع. أتحداه إذا ما يعدي عليه أسبوع أو أسبوعين كل أسبوع أسبوعين مشاجرة يشوفها قدام عينه اثنين عم بتشاجروا أو مسبات بالشوارع. يعني أنا متأكد وأنا ابن سوريا يعني أنا ابن حلب أنا بعرف مدينتي اللي كنت عايش فيها يعني ما في أسبوع يعدي علينا بدون ما نشوف مشاجرات إن كان على دور الفرن ولا على دور يعني مشاجرات إلى أبعد الحدود ومسبات. هذا من شو هذا جاي من القدوة الحسنة القدوة الحسنة في كل شيء. في شيء ثاني أخي جان يعني المسلم حريص على أنه ما يسبون دينه أو نبيه بس هو في المسجد عادي بيسب ديانات الثانية وبيخطأ عليهم عادي وما يعني ما بيفكرون أنه الأديان الثانية نفس الشيء عندهم
مشاعر واحاسيس يعني الكلب المكيالين هيك بالضبط 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 كلب مكيالين ومفكرين حالهم دمهم انظف دم وهن اوسخ الناس يعني هن الام المنحطه اكثر انحطاطا في تاريخ البشريه يعني هن اللي ما زرعوا حبه قمح متعودين على الغنائم وعلى قتل البشر واخذ سبايا واخذ الغنائم عايشين على الطريقه هي يعني متسولين يعني شحاد ومشارط مثل ما بيقولوا حبيبي ما بدي اخذ من وقتكم اكثر تحياتي لكم وبحبكم كثير وتحياتي للاخ حكمت ولكل اصدقائنا شكرا جانو شكرا كثير شكرا كثير على الاتصال شكرا اخي حكمت اذا في عندك اي تعقيب تفضل لا حبيت اشكر الجانو يعني الاخ جانو دائما السباقين للاتصالات والمشاركات و يعني حبيت اسلم عليه واشكره يعني يعني دائما يحاول يتعاطف ويكون معنا ويعرض افكاره ويعني فعال مثل ما يقول بس حبيت اقول على شغله مره انا تناقشت مع واحد مسلم بالفيس يقول لي يا اخي انت سبني ولا تسب نبي شوف يعني لي وين وصلهم محمد وفي احد الاشخاص قلت له يعني اذا يعني اكو ايه يعني بالقران تقول يعني تاخذ من تشاء وترجي اليك من تشاء يعني اي وحده تريدها تاخذها قلت له يعني انت ما عندك مانع اذا محمد ضرب عينه على مرتك ياخذها منك طبعا الي الشرف يعني شوف وصلت الـ يعني وصلهم لحاله الـ القواده يعني مثل ما يقول وصلوا محمد من انه ما عنده مانع ينطي اخته ولا بنته ولا مرته المهم يعني محمد يكون مرتاح يعني نفس الشيء الشخص اللي يقول سبني انا ولا تسب محمد يعني وصلهم الى حاله الادمان والالتصاق به ووصلهم الى فكر انه سلب عقلهم سلب تفكيرهم انه بحيث يوقعون على اي شيء يسوي اذا تقول له يجي محمد يشخ على بتمك عفوا الكلام يقول لك انا موافق يكون لي الشرف مو كانوا يتسابقوا على نخامته لما كان ينخ يعني من مناخير كانوا يركضوا ياخذوا حتى يشربوا ولا يشربوا بوله يعني شو هذا الاعتقاد اللي يوصلك لهيك عبوديه الشخص بالضبط يعني بالضبط هو يعني مثل ما بقولوا صاروا ديوسين المسلم المؤمن بمحمد إيمان كامل هو ديوس يعني محمد يجي يقول له أعطيني مرتك ويقول له تفضل يا نبي الله بأبي وأنت وأمي يعني أمه وأبوه عم بيعطي أمه وأبوه يعني ما فرقت معه مرته يعني بنته حي الله المهم خذ يا نبي الله وارضى لذلك يعني وصلوا لمرحلة أنه يكونوا عرصات ولا كلهم حاملين قرون يعني اليوم بيجيك المسلم بيقول لك مثل ما قلت انت اخي الحكم يعني انه سبني الي سب اختي سب امي بس لا تقرب على رسول الله وانا بقول خرايفي لحيه رسول الله على كل في عنا سؤال من لالا عم بقول مساء الخير اذا كانت الاديان من الانتاج البشري كيف للشعوب أن تعرف القيم والأخلاق وتنظيم حياتهم في تلك الفترة المتأخرة والتي ليس لديها أي قوانين؟ تفضل. يعني بالله أكد على السؤال حتى أنا راح أرد أقرأ لك السؤال وأشرح السؤال كمان وأعطيك الفرصة تجاوب وأنا كمان راح أجاوب بهذا السؤال لأن السؤال بصراحة مهم كثير. عم بتقول إذا كانت الأديان من الإنتاج البشري كيف لشعوب أن تعرف القيم والأخلاق وتنظيم حياتهم في تلك الفترة المتأخرة والتي ليس لديها أي قوانين يعني إنه هي عم تقول لو الأديان بشرية كيف لشعوب أن تعرف القيم والأخلاق وتنظم حياتها من آلاف السنين لما ما كان في أي قوانين تفضل طبعا الدين اللي اجى هو اللي خرب عادات الشعوب
والتقاليد الموجودة. والدليل على هذا الشيء كل الناس، يعني عندك الأمازيغ، عندك الأقباط، عندك قبلهم الموجودين الفراعنة، وانت شوف الفراعنة شقد كانوا عندهم حضارة. عندك إسبانيا مثلا اللي سموها الأندلس لما غزوها دمروها، بس ترك يعني تركها حكمت. أظن هي السؤال، لا لا عم أظن بنتي عم تقول يعني قصدها على كل الأديان، ما هي قصدها على الدين الإسلامي بالتحديد. إي طبعا كل الأديان نفس الشيء، إذا كانت اليهودية أو المسيحية أو الإسلام أو الصابئة أو أي دين آخر، يعني الدين يربطك بشيء محدد ما تقدر تفك عنه. هاي المشكلة، القوانين البشرية مطواعة، تقدر تغير بقانون، تصلح بقانون حسب الوضع اللي انت ماشي عليه. لكن القرآن مثلا والبقية الأديان اللي يقولك صالح لكل زمان ومكان، هي هاي المصيبة الكبيرة. يردون ان نمشي على الأحصنة، يعني يرجعونا مثل قبل. يعني الفكر اللي ماشي على الدين هو دمار، لأنه ما تقدر تغير فيه، لأنه تعتقد أنه من إله. إلهك شيء يقول لك تسوي، حتى لو تقتل. ممكن أنت شايف بالمعارك كان يقتلوا أباهم وأبنائهم وما عندهم مانع. ليش؟ لأنه الدين يأمر بهذا الشيء. لكن إذا صارت القوانين وضعية ومتغيرة حسب الوقت اللي أنت مار به، هو هذا الصحيح. لأنه ما راح يقول لك أنا خلاص هذا فلان رئيس خلى القانون أنا ما أغيره. هو شنو يعني؟ هو مو مقدس. طبعا تغيره حسب الظروف اللي أنت تمر بيها. القوانين أنت شايف قوانين الإرهاب بالدول العربية والعالم صاروا يغيروا فيها. فرنسا بعد الأحداث اللي صارت غيروا كثير من القوانين. هاي كلها تصير يعني إلاستيك مثل ما يقول، يعني تقدر تغير فيها مثل ما تريد. والحضارة ما راح تتكون إذا الدين موجود نهائياً، لأنه يلزمك بطريق تمشي عليه ما تقدر تغير فيه. لأنه تريد تروح تزيح يمين يقولك الآية تجيك منها، زيح منها تجيك الحديث منها. أو نفس الشيء بالمسيحية أو اليهودية، يعني يلزمك بطريقة. اليهودية عندهم من فرات إلى النير، خلاص هذا يبقى براسهم يردون ينفذوا يعني. ونفس الشيء اللي حاربوا باسم المسيحية، يعني الحروب الصليبية اللي صارت يعني. والأشهرهم طبعا على الإطلاق، والضرر الكبير جم الإسلام. فإحنا لازم نتبع القوانين الوضعية. ليش نقول العلمانية هي الحل؟ لأن العلمانية تسلخك من الدين سلخ أي دين كان. هو هذا اللي النجاة الحقيقية تصير، إذا أنت انفصلت عن الدين وطبقت. وتشوف أنت كل الأديان كلهم يأكلوا بعض، كلهم يكرهوا بعض، حتى أصحاب الدين الواحد يقتلوا بعض. ليش؟ لأنه يعتقدون هذا يعني ينفذون رغبات الإله يعني، ويدخلوا الجنة وينتظرون الحوريات. يعني حتى من غباءهم يسكروا العضو الذكري حتى يبقى محافظ على أنه ما يصير لشيء، حتى الحوريات يتونس بيها براحته. اللي أريد أوضحه إنه هم اللي يدعوا للأديان ما راح يصير بها أي تطور يعني، لأنه أنت تلتزم بالكلام نصيا وحرفيا، وما راح تقدر تأسس مجتمع سوي إذا أنت مشيت على الدين. بكل تأكيد. طيب معنا اتصال من الأخ جانو مرة ثانية، حبيبي بصراحة قال لي إنه حابب يرد على السؤال هذا كمان. هو بصراحة سؤال كتير مهم يعني، لذلك أنا قلت أنا بدي أجاوبك. بس تفضل أخي جانو، تفضل. طبعا لي هذا السؤال، إنه قبل الأديان ما كان في قوانين. هذا شيء غلط، هذا مفهوم كتير غلط. لأن القوانين من الآشوريين من حمورابي بدأ، هذا أولا. ثاني شيء اليونان وفلسفة اليونان، ثالث شيء عندما صار الإمبراطورية الرومانية، هم المؤسسين الدساتير. يعني لما كان محمد راعي بقر أو أغنام، عندما كان في الرابع من عمري، كان الرومان، وحتى في الفراعنة كان عندهم قوانين. يعني
قوانين الجيش وقوانين الغذاء، ومثل هلا كيف وزارات المالية والغذاء والاقتصاد، هيك أشياء كان فيه موجود. إذا ما تصدقوني روح على ويكيبيديا واكتبوا القانون، فقط اكتب كلمة القانون وراح تشوف التاريخ، القوانين والدساتير اللي قبل كل الأديان. هذا الأشياء تافهة، يعني كثير عيب إنه أنت في هذا العصر تسأل هيك أسئلة. وهذا بالنسبة لي، هذا الأسطورة هذا السر عمي عم بيقول إنه أرجان ما عنده شهادة الابتدائية. نفتخر إنه أرجان عنده شهادة الابتدائية، لكنه عنده صاحب فكر، لكن نبيل كرم ما كان عنده لا شهادة ولا أي شيء. وقبل 1400 عام كان عايش، وأنت في هذا الزمن اللي هي زمن العولمة والتكنولوجيا، وأنت جاي تركض وراء واحد حملي. تحياتي جاري، تحياتي، شكرا كثير حبيبي. على كل حال هذا مسألة ابتدائي وما ابتدائي، يعني على كل شغلة تافهة بصراحة. أنا ما حابب أدخل فيها بهالموضوع هذا، ولكن بالنسبة للسؤال لا يعني أنا السؤال كثير مهم بصراحة، هو إنه إذا كان الأديان من إنتاج بشري، كيف للشعوب أن تعرف القيم والأخلاق؟ يعني القيم والأخلاق، خلينا كل الأديان، يعني الأديان العمومية كلها، يعني مثلا خلينا ناخذ الإسلام كمثال. القيم والأخلاق، شو الإسلام جاب أي قيم وأخلاق؟ يعني الأخلاق اللي شايفين فيها مثل هذا أسطورة جاي بالشتائم والمسبات، والقيم والأخلاق جاب الإسلام قطع الإيدين وقطع الرؤوس وسبي النساء تكريس العبودية، هي قيم الإسلام. قيم الأديان الأخرى، شو هي قيم الأديان الأخرى؟ ما كل الأديان هاي خاضت حروب إلى يوم الحروب. يعني رغم أنه يسوع الدلوع هذا اللي شد مثل ما هو صرعوا راسنا فيه، أنه عنده تسامح وعنده بطيخ وعنده ما بعرف شو، يعني رغم كل هالشي هذا، يعني شفنا التاريخ المسيحي، يعني رغم انه نبي يدعو للسلام ومن لطمك على خدك الايسر اعطيه ما بعرف شو مؤخرتك ولا شو، رغم ذلك بنلاقي هالتعاليم ما فادت، يعني انقلبت وصادت كل حروب وقتل ودمار، والعلماء ما خلصوا من ايد هالمتدينين. فالدين لم ياتي انت ممكن مسيحي وانا كمان يتهموني مسيحي. ولا يهم ولا يهم، يحكوا اللي بدهم اياه، ما عندنا مشكله. فال يعني اللي اخر البشريه لحد هالساعه هي، يعني نحن المفروض نكون تكنولوجيا وعلميا على الاقل 1000 سنه من هلا، من بعد هلا. يعني الاخر البشريه هي الاديان، هالحروب اللي ساوتها الاديان، هل الخزعبلات اللي ساوتها الأديان، يعني من كل الأديان. والأديان هي يعني إذا بدنا نفحص كيف إجت، ولا يعني كانت حاجة ضرورية، يعني كانت نتيجة حتمية لتطور الدماغ البشري، يعني كانت نتيجة حتمية لازم تحصل. يعني مستحيل نقول، خلينا نقول بمراحل تطور الدماغ، انه ما يكون في شيء اسمه دين، ما في يكون شيء اسمه غيبيات. لانه لما الانسان وصل، الدماغ الانساني وصل لهالمرحله هي من الحجم، وصار يوعى بذاته بالموت وبكل الاشياء، فبالضروره تنطرح عليه الافكار، مين نحن، وين رايحين، كيف جينا لهالارض، شو هي النجوم، كل هالاسئله تنطرح. وبوقت الإنسان لا يملك شيء، لا يملك 1+1=2، يعني لا يملك شيء نهائيا غير اللي شايفه قدام عينه، هالرعد وهالبرق والنجوم والشمس. فبدأت الأديان الأشياء الخرافية، الأجوبة الخرافية خلينا نقول، تطرح نفسها يعني بشكل طبيعي، تطرح نفسها بشكل طبيعي إنه يتكل على الغيبيات. فالأديان مرحلة حتمية صارت، ولكن أثرت على الإنسان بشكل، يعني خلينا نقول لو الإنسان كان نمو الدماغ أسرع
بشكل اكبر ووصل بفتره محدوده صغيره مثلا 100 سنه 200 سنه وصل لمرحله العلم، كان ما انولدت الاديان، ولكن طبيعه الانسان انه اخذ مرحله طويله حتى كبر الدماغ ووصل للفهم وصل للوعي وبعدين حتى اجت العلوم. وهلا هو وقت العلم، بدايه العلم طبعا، هلا وقت بدايه العلم ونهايه الاديان. فالاديان لعبت دور سلبي جدا 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 في تاريخ البشريه، رغم اهميته يعني. تفضل يا حكمت. حبيت اضيف نقطه اخرى الى اللي انت قلته، وطبعا انت يعني اجدت ومثل ما يقول ضربت كبد الحقيقه يعني، وكلام من الافكار اللي عرض الاخ جانو. يعني الشيء اللي اريد اقوله انه القيم الانسانيه اللي موجوده، كل شعب حسب ما هو عايش يكون عنده القيم والاخلاق. مثلا اليونانيين عندهم حضاره، البابليين والاشوريين عندهم حضاره، الفراعنه عندهم حضاره، حتى هسه حاليا الامريكيين اللي صاروا 500 سنه صاروا يعني من الدول المتقدمه وصارت ضاربه الكل. هل انتشرت بالدين؟ لا طبعا، القيم موجوده بالقوانين اللي تخليها، بالحريات اللي توضعها للبشريه يعني. والدين هو اللي المانع الحقيقي لترابط الشعوب، لانه تشوف الدين مسلم يكره المسيحي واليهودي، واليهودي يكره الاثنين، والمسيحي يكره الاثنين، يعني كلهم يدعون انه من الله. هل الله نزلهم على يسوون يغلشوا على بعض ويضربوا بعض ويموتوا بعض يعني؟ يعني مثل ما يقول جاي هدي النفوس يعني. فالدين هو المانع الرئيسي انه ليش المسلم ما يصافح اليهودي؟ لانه الدين مانع من هذا الشيء. أو المسيحي تروح تاكل وياه وتنام وتقعد وتجي وتصادقه، ما تقدر تسوي هالشيء. ولو مذكورة آيات يقول لك تقدر تاكل ببيوت أهل الكتاب، بس هذا مو حقيقي، حتى هذا ما يسوي. يعني طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم، هذا كلام فارغ. هسه لما ندخل على عمر بن الخطاب شلون عامل المسيحيين، راح يعني مثل يقول لي تشيب لها الوجدان والشعر الاسود يصير ابيض من تصرفاتهم ضد والتعنت والجبروت اللي فرضوه على المسيحيين لما احتلوا مصر. يعني الحضاره والقيم ما تتكون من الدين، الدين هو المانع الرئيسي لتكون الحضارات. وبعدين الحضارات كلها من ما تقدر انت حضارتك تفرض على تجي انت تقاتل لي بالسيف وما اعرف شو، تجي تفرض حضارتك على ناس اوروبيين وصلوا القمر وصلوا المريخ، يعني صعب. انت راح تجي تاخرهم سنين وسنين. بس اللي طلعوا من اسبانيا، المسلمين طلعوا من اسبانيا، رجعت اسبانيا متطوره جميله. ليش؟ لانه ما قدروا المسلمين، ما يقدرون يطورون شيء. الرسم حلال، الفن حرام، قصدي الرسم حرام، الفن حرام، الغناء حرام، الموسيقى حرام، المرأة تطلع بشعرها حرام، حرام حرام، كلها في حرام في حرام. ونفس الشيء موجودة بالدين المسيحي والدين اليهودي. يعني عيب تتهمونا احنا بالمسيحية وجسمها، لأنه احنا نشق على كل الأديان، ما يهمنا لا مسيحية ولا يهودية ولا إسلام ولا اي دين كان. يعني شو كبروا مخكم، ما عندكم هاي الا هاي التهم الجاهزه الفاكسه اللي تدل على حضاله تفكيركم. طبعا هاي السؤال كان جدا ضروري، حبيت احيي الاخت لالا عليه، ويعني بين عليه انسان مثقف يعني. شكرا على توضيحي. شكرا حكمت. على كل حال راح اخذ مداخله اخيره ونقفل الحلقه، لانه يعني نحن تقريبا راح نط على الساعة ونص يعني. بعد ما بدينا بالآيات. وما بدينا بالآيات يعني. على كل حال حكمة راح نعملها من محمد من الألف إلى الياء، هي الفكرة الأفضل يعني. نبدأ من ولادته لحتى ما ندفس حط راسه
بس ضروري جان انه نعرض يعني اهم الايات بحلقات اخرى، وبعدين نبدا بقصه محمد من الالف الى الياء، لانه اريد نوضح للايات اللي تدعو للقتال موجوده لقتل المخالف، يعني هاي ضروري جدا نوضحها بالحلقات القادمه، وماكو مانع نسوي حلقه منا وحلقه منا، يعني كل واحد يحب يتابع هذا يتابع هذا يتابع هذا، بالاسبوع نعرض حلقه الايات الارهابيه، وفي منتصف الاسبوع حلقه عن حياه محمد من الالف الى الياء. يعني تمام نعمل حلقتين اسبوعيا، ما في اي مشكله. على كل حال بس خلينا ناخذ المداخله هي من كولا عم بيقول او عم بتقول: يجب على المحكمه الدوليه القبض على محمد نبي الاسلام بتهمة التحرش الجنسي بالأطفال ونكاح عائشة. شو رأيك بالطرح؟ ولو جو عيدنا كان نلعب بيه طوبة، بس المشكلة إنه هو مات. يعني إحنا نقدر صراحة إحنا نقدر نحاكمه إذا 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 الأمم المتحدة تسوي إيش قرار، ولو يكون يعني تكون محكمة رمزية مثلا نسويها، نقدر نحاكمه، وعلى ضوء هاي المحاكمة راح تتغير القوانين ضد الدين الإسلامي الإرهابي، ممكن يمنعون القرآن ويسدون المساجد مثلا. طبعا لازم هو يستحق محكمة، يعني نحاكمه لمحمد مو بس على مود نكاح الأطفال، هو سوى هواية شغلات، يعني حرم التبني حتى لأنه اشتهى زوجة ابنه، يعني وسوى هواية أشياء. يعني أهمها دخول الدول الأخرى بالقوة وقتل الناس والاستعباد البشرية. بكل تأكيد حكمته، هذا رأيي أنا بصراحة، يعني أنه مستحيل البشرية راح تتغاضى عن هالجرائم هي اللي يعني دمرت البشرية، وأنا متأكد يوم الأيام ولن يكون طويلا، يعني اصبروا، يعني ممكن هلا هالطرح هذا يكون بكير عليه وقتيا، يعني خلينا نقول بكير عليه ببضع سنوات، يعني أنا متأكد 10-15 سنة سوف يقدم محمد للمحاكمة، ولو كانت محاكمة رمزية، ولو كانت محاكمة يعني أكيد الشخص مات، أو حتى إذا ما كان موجود، يعني محمد ما بنعرف إذا كان موجود أصلا، يعني ما في دلائل مادية ملموسة على وجوده، ولكن هل الشخصية اللي نحن بنعرفها حاليا ونحن عم نعاني من وراء التعاليم هي الإسلامية، خلينا نقول تعاليم القرآن، مهما كان اللي حاططها، يعني كان محمد ولا جماعة العباسيين ولا الأمويين ولا أي شخص، يعني كثرة الأقوال بصراحة، ولكن يعني هل الفكر هذا سيقدم للمحاكمة آجلا أم عاجلا؟ لأنه فكر إرهابي، وما أظن البشرية تتغاضى عن هيك فكر، في نفس فكر هتلر، يعني مثل ما شرح نبينا سامي الذيب في حلقة أوجه التشابه بين محمد وهتلر، يعني فكر نازي فاشي عنصري إرهابي يجب أن يقدم للمحاكمة، وسوف يقدم تحصيل حاصل هذا. طيب أخي حكمة، كلمة أخيرة بتحب تقولها بالبرنامج لأصدقائنا المسلمين كانوا ملحدين كانوا، تفضل. قبل حبيت يعني أذكر الأخ إسماعيل إنه إحنا جدا فرحانين إنه طلع وبلغ سلامي ومحبتي الكبيرة إلى، ولو أنا يعني ما ملتقي بي ولا حاجي ويا نهائيا، لكنه يبقى أخونا، وهذا يضحك كلام المسلمين اللي يقولون أنتوا اللي ما يمشي على دين ما راح يكون يهتم للآخرين، وهذا الكلام مو مضبوط. إحنا شفتوا لما إسماعيل دخل يوم واحد السجن شو عملنا، يعني فهذا مو بس إسماعيل، إذا كانت الشغلة تخصني أو تخص جان أو تخص أي شخص آخر، يعني
من اخواننا يعني الملحدين واللا دينيين، راح نكون نفس التلاحم وليش شنو اللي يجمعنا بيها؟ تجمعنا هي الانسانيه، لانه الانسانيه اذا جمعتك فهي الجمعه الحقيقيه. الدين يجمعك بس على الشيء اللي هو ماشي عليه، البقيه لا شيء، يعني يعتبرون اعداء. بس احنا عندنا البشريه كلها نحبها طالما ما متجهه الى العنف. واوعدكم همين نطلع ايات خرافيه احنا ما ناسينها، بس هي حسب ظروف الاغسال. ووجه تحيه للاغسال همينة، انه لما يعني يصير عنده وقت وعنده شغل والتزامات، لما يكون فاضي اكيد راح نكمل الايات الخرافيه، يعني ما تاركينها. وحبيت اوجه تحيه لصديقي معن اللي يساعدني بكل شيء، يعني باشياء اللي اقدمها، يعني نصائح او شغلات بالكمبيوتر، يعني عنده علم بيها يعلمني بيها ويساعدني بيها. وسلم على الاخ احمد حرقان، واقول له دير بالك على نفسك. وبقيه الاخوه كلهم، دكتور جورج، خلدون، كلهم ما عندي فرق، يعني الاخ اللي اجهر بارح رمزي اشد على ايده وشجعك. نعم الاخ عباس. إيه؟ لا مو عباس، اقصد اللي اجهر بصفحه الجهر. سامي الأخ سامي الأخ سامي، هو مسمي نفسه بالفيسبوك رمزي الصغار. المهم يعني أو أشجع الكل يعني يجهرون على شرط أنه مطلع عليهم مسؤوليات. وكلامي للأخوة المسلمين أقول لهم إحنا نحبكم كلكم طالما فكركم نقي وما فيها إرهاب. بس أنت صار يعني صار فكرك بنوع من الإرهاب وكره الآخر، أنا راح أكون ضدك على طول الخط. إذا كنت مسلم، إذا كنت مسيحي، إذا كنت يهودي، أنا ما يهمني من أي دين تكون أنت، المهم أنت فكرك يكون سليم ومبني على السلمية. روح شو تسوي سوي، بس المهم ما تكره الآخر وما تحاول تأذي الآخر حتى توصل عقيدتك. ويعني أنتم كلكم إخواننا وإحنا أهلنا مسلمين كلهم وملتزمين، لكنه احنا على علاقه قويه بهم وما نكره احد. واتمنى انه ينظرون بنظره عقلانيه للشيء اللي نقوله، بس يحيد عاطفته ويشوف انه كلامنا هل في شيء من العقل. اذا في شيء من العقل حاول تبحثه مع نفسك، انكره في ذاتك لكن ابحث، واذا شفت انت على عقب على الشيء اللي انت ماشي عليه. لكن إذا تأكدت أنه هو الباطل، إذا هذا مختلق وليس من إله. فأحيي كل الأخوة وأشكرك جان أنه وتحت لي الفرصة لنوصل أفكارنا. وإحنا كل هدفنا هو أنه الإنسان يفكر ويشوف أنه العقل والعلم هو اللي ينتصر بالآخر. شكرا اخي حكمة. طبعا انا بشكركم اصدقائي، وطبعا بكره الساعه 8 بتوقيت لندن في عنا لقاء مع الاخ احمد حقان، واحتمال يكون معنا نبي جلده الحنفيه جورج بول. وانا اشجع كل الاصدقاء انه يشاركوا معنا عن اخلاق محمد، ولنشوف كيف نكشف أخلاق محمد ونشوف الأخلاق اللي شفناها. على كل حال أخلاق أتباعه، يعني هم يتبعون قدوتهم الحسنة ليس إلا. على كل، شكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة، أراكم غدا. شكرا، إلى اللقاء. باي باي.